أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على معاناة ضحايا المأساة الإنسانية في أسلم التابعة لمحافظة حجة. تشهد مديرية أسلم في محافظة حجة مأساة إنسانية كبيرة جراء المجاعة وسوء التغذية الحاد بين الأطفال. بحسب سكان محليين فإن عشرات العائلات تواجه المجاعة بتعاطي أوراق الشجر، بينما يمتلئ المركز الصحي الرئيس في المنطقة بالعشرات من الأطفال المصابين بالهزال وأمراض أخرى. من جهتها ذكرت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية في تقرير سابق لها أن ما لا يقل عن 20 طفلا في المديرية لقوا حتفهم بفعل المجاعة هذا العام، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي قدمته الجهات المعنية والمنظمات الإغاثية في حجة، وكيف وصل الأمر بالسكان إلى هذا الحد، وما المصير الذي ينتظره سكان هذه المنطقة في ظل استمرار التجاهل؟ نذهب لمشاهدة التقرير ثم نبدأ النقاش. حين تتساوى الحياة والموت تصبح كلفة العيش تحت مظلة الفاقة والفقر مليئة بالعذابات والألم. هنا في أقصى شمال غرب اليمن في مديرية أسلم بمحافظة حجة، إحدى مآسي الحرب التي لا يراها العالم كثيرا، يعيش سكان هذه المنطقة النائية على أكل أوراق شجر بعد غليها جراء انعدام الغذاء وتوقف مرتبات أبنائها. احنا نطبخ أوراق الشجر ونأكل من الشجر ونطق من الشجر، صلاة على النبي. يعني هنا ما يقول لك يعني تغذية، ما بوش تغذية، خماد مو. عشرات الأطفال يعانون من المجاعة وسوء التغذية، يستقبلهم المركز الصحي للمديرية الذي يعاني هو الآخر من شح الإمكانات وغياب المساعدات. يتذكر سكان المنطقة بالكثير من الخوف والألم، أكثر من 20 طفلا لقوا حتفهم في وقت سابق بسبب الجوع، ويخشون تكرار هذا المصير لأبنائهم. كشف تقرير لوكالة الأسوشيتد بريس عن قصص مأساوية سببتها المجاعة وغياب المساعدات الإنسانية عن عدد كبير من مديريات محافظة حجة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وتتعرض مناطقها لقصف مستمر من طيران التحالف نظرا لوقوع المحافظة بالقرب من الحدود اليمنية السعودية. الأوراق الشجر نطبخها وناكلها احنا وبنين، لو قل لها قيمة حليب ولو قل لها قيمة إلهي. زهرة فتاة رضيعة لا يتجاوز عمرها 7 أشهر تبكي من الجوع وعدم تمكنها من الرضاعة من والدتها التي تعاني هي الأخرى من سوء التغذية. تقول والدتها بكثير من الحزن والدموع تملأ عينيها إنها لم تتمكن من إرضاع طفلتها أو شراء حليب لها، وتخشى أن تتدهور حالتها. المركز الصحي الذي ترأسه مكية مهدي لا يوجد فيه أي طبيب مختص بالأطفال، يحاول تقديم خدمات الرعاية للأطفال لكنه يشكو من قلة الإمكانات وشحة الدعم المقدم من المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن. تقول مكية إنها قامت بجولة في قرى أسلم، وبعد رؤية الناس الذين يقتاتون أوراق الشجر لم تستطع وضع الطعام في فمها. أسئلة كثيرة تتعلق بجهود المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن وعدم قدرتها على الوصول بالمساعدات للفئات الأكثر فقراً، غير أن تلك الأسئلة تصطدم بواقع أن ميليشيا الحوثي تتسلم المساعدات وتقوم بتوزيعها لأنصارها وفي أحيان كثيرة بيعها في السوق السوداء. مديرية أسلم مثال بسيط ومنفزع لعشرات المناطق اليمنية التي تعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية، حيث يعاني ما يقارب من 3 ملايين طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد، فيما يعاني 400,000 طفل من سوء التغذية الشديد. شخصيا كنت مؤلم أو مدرس، ما أكلهاش لي يمكن 20 سنة من يوم ما توظفت في 89 قبل الوحدة بسنة، والآن بعد انقطاع المرتبات أصبحت الوجبة المفضلة عند أولادي، يأكلوا منها رواصل، خاصة وجبة الظهر، وتجيب لهم ظمأ وتجيب لهم حكاك، لكن ما نسوي. سنوات 4 من الحرب راح ضحيتها عشرات الآلاف، يدفع الفقراء الفاتورة الأكبر للحرب من أرواحهم وحياة أبنائهم دون أن يلتفت العالم لهم أو يبذل جهودا حقيقية للحد من معاناتهم. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من حجة محافظ المحافظة اللواء عبد الكريم السنيني.
سيادة اللواء، إذا وضع إنساني صعب في حجة، لماذا تعيش المحافظة كل هذه المعاناة؟ شكرا جزيلا للجناة الذي دائما تهتم بهذه القضايا، وخاصة قضايا حجة، لها كل الشكر وكل التقدير وكل العاملين فيها. حجة انتشر فيها كل الأمراض يا سيدنا، وكانت عبارة عن كابلة من ناحية القدر والمرض وال كل متطلبات الحياة التي ضروري أن توفر في كل مكان. هؤلاء الميليشيات لا يريدون من هذا المحافظة إلا التدمير والخراب والجوع والفقر، يريدون إلى ما قبل. نعم، حياك الله. أهلا وسهلا سيادة اللواء. سيادة اللواء هل تسمعوني؟ سيادة اللواء، يعني هناك التقارير تتحدث والأرقام من الصعوبة أن تكون أكيدة، لكن التقارير تتحدث على أن 20 طفل على الأقل ماتوا من المجاعة هذا منذ بداية هذا العام. الحديث في حجة في مديرية أسلم تحديدا يتحدث على وضع إنساني. شكرا جزيلا للقناة الذي دائما تهتم بهذا. يبدو إذن أن هناك إشكالية في الصوت، يتكرر الصوت الظاهر معنا مع سيادة اللواء، سنحاول إعادة التواصل معه. إذن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقيه من عدن. أهلا بك أستاذ جمال. أستاذ جمال، الوضع في حجة صعب جدا، المجاعة تضرب مناطق في حجة، من يتحمل هذه المسؤولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نتحدث على محافظة حجة بالذات ومحافظة حجة وريمة والمناطق التي تحت سيطرة الحوثي، هي طبعا من بداية الأزمة الموجودة حين نادي بأن قبعة الأمم المتحدة يجب أن تصل. طبعا عدد النازحين كثير، والحرب الدائرة الموجودة هناك جعلت من 50,000 نازح في المناطق اللي هي المجاورة، بالذات في المناطق في مارب وفي بعض المناطق راحت لصنعاء، وعدم وصول النازحين إلى المناطق الآن بحكم استعال الحرب وتعنت الحوثيين في استمرار الحرب وعدم وقوف السلام. ونحن كذلك الأمم المتحدة هي تتحمل الندب الأكبر لعدم الوصول لهؤلاء، وإن عندما نتحدث نحن على المجاعة أن لا تتم المجاعة اللي في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين بوجود الأمم المتحدة وعدم إصدار البيانات ومحايدة التقارير الأمم المتحدة، هذه تجعل الأزمة تتفاقم الأزمة كبيرة. طيب أستاذ جمال، سنتحدث عن هذه البيانات، لكن قبل ذلك يعود إلينا اللواء عبد الكريم السنيني محافظ حجة. سيادة اللواء، كنت تتحدث عن الوضع في المحافظة، ما الذي وصل إليه؟ تفضل إذا سمحت. يلا خير. سيادة اللواء هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع حجة، كما قالت مصادر هناك اليوم هناك أمطار غزيرة هناك ربما تؤثر على التغطية. على كل حال سيحاول الزملاء في الكنترول معاودة الاتصال معه. بالعودة إليك أستاذ جمال، يعني في سياق الحديث عن الأزمة الإنسانية في اليمن وعن هذه المحافظات، كثيرا ما كانت هناك يعني أخبار تتحدث عن قيام كثير من الجهات الإغاثية بإيصال معونات إغاثية إلى المناطق حتى تحت سيطرة الحوثيين، سمعنا عن جهود حتى لمركز الملك سلمان، لكن يبدو أن المعاناة الإنسانية مستمرة. اللجنة العليا للإغاثة، ما الذي قدمته في هذا السياق؟ طبعا نحن في اللجنة المناطق التي تحت سيطرة الحوثي عن طريق هذه المنظمات، طبعا في خلال الفترة الماضية، يعني في أعتقد أن في شهر رمضان حوالي 43 سلة غذاء وصلت عن طريق مركز الملك سلمان للمناطق اللي هي قريبة من ميدي، عبر المناطق اللي تقدر تصل إليها نحن توصل إليها أيادينا. لكن كثير الأزمة شديدة جدا، وكذلك وصول الإغاثات إلى المنطقة في حاصل بالذات في محافظة حجة تمنحها الحوثيين لإيصالها، لأن هم المسيطرين على العمل الإنساني والإغاثي، ونحن دائما ننادي الأمم المتحدة لجعل منطقة خضراء لنقدر نستطيع فيها نوصل إلى المساعدات الإنسانية
إنسانية للنازحين، أو على الأقل ترتيب النازحين للوصول في مناطق آمنة. لكن لحد نحن دائما نعاني بكثرة النازحين، بوصول النازحين في مناطق أحيانا لا نستطيع نحن الوصول إليها. نحن في اللجنة العليا للإغاثة نحن أوصلنا لمحافظة حجة عبر محافظة حجة للنازحين في منطقة مارب، في المناطق الموجودة في اللي هي تحت سيطرة الشرعية، الإغاثات الموجودة بما نستطيع. أي مجموعة وأي نازحين يوصلون للمناطق الشرعية نحن نتكفل في إيصال الإغاثات. وكذلك نحن بدأت تتجاوب معنا التحالف العربي بنصب خيام موجودة في خاصة بضبط النازحين في الساحل الغربي اللي هي قريبة في مناطق النزاع لاستقبال النازحين وترتيب أوضاعهم وإيصال المساعدات بحيث تكون مناطق معروفة وسهلة الوصول إليهم. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ جمال. يعود إلينا المحافظ وأرجو أن تكون التغطية الآن بشكل أفضل. مرة أخرى أهلا بك سيادة اللواء، حدثنا عن الوضع في حجة، أين يعني كيف يعيش الناس هناك؟ بالنسبة للوضع الإنساني الموجود في محافظة حجة، وضع إنساني مزري بما تحمله الكلمة من فقر وجوع ومرض. الأمراض كلها الآن منتشرة، خاصة الكلى والأمراض الكبد وحتى الكوليرا الآن منتشرة في بعض المناطق. إضافة إلى ذلك لا توجد هناك مستشفيات، وكما علمت جميعا أن الميليشيا الحوثية آخر ما قامت به أن قمت بضرب المستشفيات في الحديدة وفي غيرها، مما أصبح المواطنين لا يستطيعون أن يؤدوا واجبهم سواء في المدرسة أو في المستشفى أو في الأشياء الثانية. نظرا لأن محافظة حجة لا تقبل بالميليشيات الحوثية هذه نهائيا، بما اضطرهم هؤلاء الميليشيات العملاء لإيران أن تبدأ حجة بهذه الطريقة الغير مرضية. طيب، في سياق محاولة تقديم الدعم إلى الناس هناك، هل هناك تواصل لكم أنتم كرأس السلطة المحلية في المحافظة مع المنظمات المعنية والدولية ذات الصلة لإيصال المساعدات، خاصة وأن هناك منظمات تعمل على الأقل اليونيسف غيرها من المنظمات تعمل في حجة بالفعل؟ التواصل مع هؤلاء المنظمات لنا 3 سنوات، ونحن نطالب اجتمعنا بعدة بالمركز الملك سلمان هو الذي يقدم كل شيء. أما المنظمات هذه عبارة هي بتقوم بالدعم الكامل للميليشيات الحوثية، لم يتم عن طريق كسلطة محلية لم يتم إبلاغنا بشيء من هذه الأشياء التي تقدمه، وإنما كل ما تأتي به المنظمات هذه تصرف للميليشيات الحوثية وللناس المنضمين تحت سيطرتهم. أما المواطن المسكين الذي بحاجة إلى هذه الأشياء فلا توصل إلى شيء إلا النادر من ذلك. طيب سيادة اللواء، هل لديكم أنتم في المحافظة أو في السلطة المحلية المحافظة جهة معنية للتنسيق حول الوضع الإنساني والتنسيق مع هذه المنظمات لإدخال الإغاثة؟ نحن هنا بالنسبة للمحافظة حجة عندنا مديرة ميدي ومديرة حيدان الذي تم تحريرها والحمد لله من ميليشيا الحوثي. مركز الملك سلمان له كل الشكر والتقدير والاحترام المستبل لجهوده وبذل كل ما يستطيع أن يدعم هؤلاء هذه المديريات الثنتين، والحمد لله. أما غير مركز الملك سلمان فلا يوصل إلينا شيء. أنا كنت سيادة اللواء يبدو أنه لم يتضح السؤال لكم، كنت أتحدث هل لدى السلطة المحلية جهة مختصة بمسألة الإغاثة لمحافظة حجة، أم أن الأمر يتم عبر جهات أخرى ولا أنتم ليس لكم علاقة في ذلك؟ إلى حتى الآن بالنسبة للتواصل مع هذه الأشياء لا يوجد، لأنه أكثر من مرة قلت لك تكلمنا معهم واتفقنا معهم على شأن لا يأتي إلا عن طريق السلطة المحلية حتى تكون هناك إشراف ورقابة وإبلاغهم أن هذه الأشياء بتوصل للمواطن الذي يستفيد منها جميع الناس. لكن بتأتي هذه الأشياء لا نعلم إلا عبر التواصل ولا عبر يقولوا أنهم وزعوا في مكان، لكن عن طريق السلطة المحلية ما يش. أشكرك محافظ المحافظة محافظ محافظة حجة لواء عبد الكريم السنيني، كنت معنا عبر الهاتف من حجة. بالعودة إليك أستاذ جمال بالفقيه، الوضع الإنساني في مديرية أسلم تحديدا محور الحديث في هذه الحلقة،
كما تنقل الصحف والمواقع الدولية وضع صعب جدا. الناس هناك يأكلون من الأشجار، الناس هناك أيضا لا يستطيعون الذهاب إلى المراكز الصحية بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفة هذه وسائل المواصلات أقصد. هل من وسيلة لديكم للوصول إلى هؤلاء الناس، لأنهم في نهاية المطاف يعني يمنيون؟ طبعا نحن نحمل الأمم المتحدة يعني اي 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 تقصير في عمليه النازل تحت سيطره الحوثي، لان هم قبعتهم ممتحه تقدر توصل اليهم. نحن طلبنا الوحيد لفتح قناه او فتح طريق امن لايصال مساعدات النازحين او المناطق التي تحت سيطره الحوثي عبر المنظمات الدوليه. طبعا نحن بالنسبه للسؤال حقك، نحن بنوصل اليهم، بنحاول عن طريق المنظمات الاخرى، في منظمات تدخل المناطق هذه ونحاول، لكن طريقه الوصول اليهم قد يكون بطريقه بسيطه جدا. لكن الان المؤسسه كبيره وعمليه الخاصه بالذات في منطقه حجه محاصرين من كل الجوانب، يعني لا يقدروا، يعني صعب انهم يوصلون للحديده وصعب انهم يوصلون. يعني افهم منك تفضل. فطبعا لابد ان يكون في مسؤوليه، طبعا نحن المسؤوليه امامنا، نحن ان احنا نتباحث مع المحافظه وجلسنا مع المحافظه اكثر من مره، ونحن ان شاء الله وطلبنا منه كذلك ايصال المساعدات، ووعد بدخول المساعدات لمحافظه حجه عن طريق بعض الافراد اللي ممكن يوصلون اليها، لان كثير من العائلات الموجوده للمقاتلين الموجودين في الجبهات، العائلات الموجوده في المحافظه يحرموهم من كل شيء، ولهذا نحن اتفقنا مع محافظه حجة أن يتم التواصل معهم بإيصال المساعدات إليهم بشكل حتى على الأقل طريقة جزئية. نحن بلغنا عن طريق المنظمات الدولية وقسم على الأمم المتحدة، وطلبنا من منظمة الصحة العالمية وكذلك من الأوتشا بشكل عام بإعداد يعني عيادات متنقله في المناطق اللي تحت سيطره الحوثيين حتى في مناطق الصراع لاستقبال النازحين وعلى الاقل الاطفال الذين يعانوا من سوء التغذيه. طبعا هي المسؤوليه عامه للكل، سواء كان نحن كحكومه مثل لجنه الغاث مثل الدوله والمحافظ كمحافظه وكل المواطنين مسؤولين على اي يمني يوصل، ونحن نحاول قدر المستطاع ان نوصل اياهم سواء عن طريق عبر الهيئه الكويتيه، عن طريق الملك سلمان، عن طريق الهلال الاحمر الاماراتي، عن طريق بعض المنظمات اللي لها فروع موجوده في هذه المناطق، لكن وكثير من المنظمات مثل المدني تحاول توصل اليهم. ونحن وهذه التجربه عملناها عندما كانت التحيطه محاصره عن طريق بعض المنظمات الصغيره، نوصل الاغاثات بشكل جزئي الى هذه المناطق. نحن طبعا بتكون جل اهتماننا وجد برامجنا ان احنا نوصل المناطق سواء كان حجه او محافظه ريمه او محافظه المحويه التي هي فعلا تعاني من قبل الحرب، هي تعاني باشد الحاجه للغلاف، فما بالك الان وقت الحصار. يعني عندما نتحدث أستاذ جمال عن الدعم الدولي، يعني في نهاية المطاف منظمات دولية كثر الله خيرها يعني تنقل مثلا، يتحدث هنا عن 10,000 سلة غذائية نقلتها اليونيسف إلى المحافظة، ورفع عدد الجهات الناقلة أو المساعدات المتحركة من 3 إلى 4 يعني وسائل توصيل المساعدات إلى المراكز الصحية، لكن المسؤولية دوما ما تكون على الجهة الحكومية. يعني اليمنيون لا يستطيعون التواصل مع الأمم المتحدة بشكل مباشر، يستطيعون التواصل مع الحكومة. هل هناك جهود لإيصال هذه الإغاثات بطريقة أو بأخرى إلى هذه المناطق ومساعدة الناس هناك؟ طبعا نحن عملنا 5 مراكز إغاثية، وعملنا حوالي نحن موجود حوالي عده منافذ موجوده غير منتدى الحديده، منافذ توصل الى المناطق اللي هي تحت سيطره الحوثي عن طريق البر، ونحن طلبنا من المنظمات الدوليه ان تجيب الاغاثات عن طريق محافظه عدن او عن طريق المحافظه المناطق المحرره، سواء كان في عده المواني سواء عن طريق مارب او عن طريق البر او عن طريق ميناء جيزان لايصال المساعدات على حسب المنافذ التي حددت لنا. لكن بالنسبه للمنظمات الدوليه يعني في حصه الاستجابه 2018 لقد استلمت فعليا 1,054,000
اتضح في الفترات الأخيرة أن الحياة واضح أمام الحوثيين، وواضح في عملية أن الدعم الحوثيين سواء كان في سواء كان لإعطائهم المبالغ لرفع الألغام الذي هم يزرعونها، سواء كان لعمل الرافعات الموجودة، لكن لا يوصل المناطق هذه لأن القيادات الموجودة عند الحوثيين هم مسيطرين على عمل إنساني الإغاثي، فلا يوصلوش الإغاثات في المناطق التي هي تحدد من قبل المواطنين اللي ينفعهم في شدة حاجة. طيب أستاذ جمال، نحاول قدر المستطاع أن احنا نقدم نعم. الدعم بشكل كبير بشكل غير مباشر لهذه وهذه الجهود بكل تأكيد يعني يجب الحث عليها أستاذ جمال، لكن هل من التفكير لديكم أن يتم إيصال هذه المعونات عبر الجو إذا كانت مسألة إيصال يعني الإغاثة إلى محافظة حجل الوناطة غير المحررة، خاصة مديرية أسلم التي تعاني من هذه المجاعة، ألا يمكن إيصال المساعدات عبر الجو عبر طائرات التحالف العربي؟ أكيد أكيد أكيد، نحن قد عملنا هذه التجربة في عدة مناطق، سواء كان في الإنزال الجوي في محافظة تعز أو الإنزال الجوي في محافظة النقاش فيها، وطبعا نحن بالنسبة لنا دائما باستمرار نحن عندما نجتمع بالمنظمات الدولية والمنطقة والتحالف والجهات الداعمة ان احنا كيف نقدر الآلية الوصول الى هذه المناطق، ونحاول قدر المستطاع ان احنا نعطيهم المقترحات. طبعا هذه بالنسبة لنا، وكذلك جلسنا زي ما بلغتك مع محافظة حجة بآلية التوصيل الى المناطق التي تحت سيطرة الحوثي بطريقة اسهل. كل ما نتمناه من الله سبحانه وتعالى ان نعجل بالنصر الى ان نوصل للناس بسرعة، ونحاول احنا نقدم لهم ما نقدر نستطيع من المساعدات. أشكرك أستاذ جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، ونأمل بزيادة الجهود في سياق إغاثة الناس هناك، لأن الناس يعانون من مجاعة كما هو. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحرير، وتحياتي في أمان الله.